الزاوية لليوفي تلعب سريعة، فيدال يلعب كرة لبيرلو ثم لفيدال، العرضية حاضرة وخطيرة وفي المرمى، جول جول، الهدف الأول لليوفنتوس، تيفز بعد غياب يعود ويسجل، يفتتح التسجيل مع الدقيقة الثالثة لشوط المباراة الأول، الهدف الأول لليوفنتوس. لاحظ لاحظ التحرك، لم يكن متسللا، تيفز انطلق وسجل وافتتح التسجيل لليوفي بعد غياب منذ مباراة لاتسيو على مستوى بطولة الدوري. تيفز يعود ويسجل الهدف الشخصي العاشر، عشرات المدربين، لكن هذه كرة أمامية، إفرا يحاول المرور، عرضية خطيرة وفرصة لليوفي، تسديدة، اليوفنتوس يتقدم بالهدف الثاني، وفيدال في المرمى بالقدم اليمنى يسدد قوية جدا وصعبة على الحارس كرانيو اللي اكتفى بمشاهدة الكرة وهي تذهب للمرمى مباشرة. لاحظ الكرة ولاحظ العرضية ارتدت ومباشرة باليمنى، الله الله على الكرة الجميلة من جانب فيدال، حط الكرة في الزاوية البعيدة على حارس المرمى وتقدم اليوفنتوس. كرة لبيرلو أمامية ليورنتي، خطيرة لليوفي، يورنتي خطيرة، الهدف الثالث لليوفنتوس، الهدف الثالث ليورنتي، حط الكرة بيرلو كما ينبغي في المكان المناسب عند يورنتي اللي حظا على الكرة وسدد بقدمه اليسرى وسجل الثالث لليوفنتوس. هدف جميل، لكن لاحظ التحرك ولاحظ التمريرة الذهبية من جانب أبيرلو ليورنتي مباشرة في المرمى، مسددة بالقدم اليسرى من جانب يورنتي لأن يسجل الهدف الثالث لليوفنتوس في مباراة اليوم، الهدف الثالث والهدف الشخصي الرابع ليورنتي الأسباني، لكن تمريرة حاسمة، لكن خطأ الآن موجود وخطأ في مكان خطير لكوسو، سيلعب العرضية وتقدم إلى الأمام من جانب لاعبي كالياري، محاولة للوصول لمرمى اليوفنتوس، الخطأ في هذا المكان على يساري بوفون، والحكم يضبط الخطوات القانونية لحائط صد اليوفنتوس. وحيدا تيفز، بينما العرضية ستلعب عرضية داخل منطقة من جانب كوسو، عرضية من كوسو وخطيرة رأسية، الله، الهدف الأول لكالياري، هدف لكالياري من الكرة الثابتة والرأسية على يمين بوفون مباشرة في المرمى، هدف جميل من جانب روسيتيني، لاحظ الرأسية الجميلة جدا من جانب روسيتيني مباشرة في مرمى اليوفنتوس لأن يعود كالياري للمباراة مرة أخرى، لأن يعود كالياري للمباراة مرة أخرى.